لكن خلينا نستقبل على الهاتف صديقنا العزيز والنجم العراقي والمحلل والناقد والكابتن والمدرب الكابتن ميسم عادل. كابتن ميسم مساء الخير. مساء النور استاذ ابراهيم، والسرور عليك وعلى المهندس عدلي، وانا سعيد ان اشوفه اليوم موجود في الاستوديو. الله يعطيك العافيه يا مهندسنا العزيز، والله يوفقك ان شاء الله، ودائما نشوفك بهالشكل الطيب هذا باذن الله تعالى. الله يخليك. نفدت انت من ايده شويه، يعني لو كنت ظهرت شويه بدري كان خطفك. اكيد اكيد، لا انا اسمح لي يخطفني لانه هو عزيز علي، ربنا يخليك، معدته كبيره عندي والله. والله انت اللي خطفتنا الحقيقه، لاني نكتشف ان في حد متابع النادي الاهلي بهذه الدقه وهذا الصدق الرؤية وهذا الإخلاص وهذا الفهم العميق للنادي الأهلي، وكأنه نشأ بين جدرانه. دي مفاجأة في منتهى الجمال الحقيقة، وسعداء إن ده الانطباع اللي يستطيع الأهلي أن يتركه في نفوس الصادقين. صحيح، روح الفانيلة الحمراء دائما هي ما يكون لها يعني الهيمنة الكبيرة على أي روح كروية عاشقة للفن والسيمفونيات الهائله اللي كان يقدمها النادي الاهلي على مر تاريخه. طبعا احنا تعلمنا من النادي الاهلي القيم والمبادئ، وزائدا ذلك الفنيات العاليه اللي كان يقدموها نجومه في تلك الفتره لما كنا لاعبين. كنت اتابع النادي الاهلي واشوف هذا النادي الكبير كيف كان يحصل على البطولات، كيف كان يغزو افريقيا وما الى اخره من هاي الامور، يعني اللي كبير احنا ما نريد دائما نعيدها بهالطريقه هاي، لكن حب النادي الاهلي هو مترسخ عندنا، حتى عند الصغار اولادي يحبون النادي الاهلي صراحه، يعني الحمد لله النادي الاهلي في الجوارح. ربنا يخليهم لك ويفرحك بيهم ويفرحكم بالاهلي دايما. ولكن عايز بقى الجا الى الخبرات الفنيه بصفتك مدرب وكوتش ومن ثم ناقد كروي هام جدا، كيف ترى موقف الأهلي في المجموعة الإفريقية، وكيف ترى الهزيمة العارضة المفاجئة أمام سان داونز؟ صحيح، طبعا الآن شوية تعقدت الأمور بعض الشيء، يعني مو تعقيد كبير، لكن الأهلي قادم أن يرجع، يعني لأن هذا التاريخ يقول لنا هذه الأشياء. يعني أنت تعلم ويمكن أكثر عني أنت، يعني ما شاء الله الله يعطيك طولة العمر، وكنت يمكن في مسيرة النادي الأهلي تعرف هذه الأمور أكثر عني بكثير، أنه النادي الأهلي تعرض إلى هذه المواقف في سنوات كبيرة، لكن يرجع بسهولة لأنه هو نادي قادر على أن يعود بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب. هذه هي قيمة النادي الأهلي. طبعا هي هاي الخسارة طبعا غير متوقعة كانت، وكانت يعني أنا باعتقادي الفرص اللي ضيعها الفريق في الشوط الثاني كانت من أهم عوامل هذه الخسارة. احنا طبعا وين قيمة النادي؟ احنا نتكلم اليوم من الناحية الفنية، وين قيمة موسيماني؟ قيمة موسيماني هو في نظام اللعب المرن جدا، اللي يمكن دائما ما يكون مرتبط بمسألة غاية في الأهم، وهو اللعب الهجومي، الضغط المرتبط باستراتيجية الهجوم وليس باستراتيجية الدفاع. هذه قيمة النادي. بالتالي الفريق في هذه المباراة ضيع فرص كثيرة. صحيح المدرب هو اللي يوصل اللاعبين إلى المرمى، لكن مو هو اللي يسجل الأهداف. جملة مهمة دي، أنا عد عليه. نعم تفضل. لا جملة مهمة، المدرب يوصلك للمرمى ولكن انت من تحرز الاهداف. طبعا فانت طبعا المسؤول عن احراز الهدف واضاعته، ولكن خطه المدرب والتزام اللعيبه بتوصلك للمرمى. طبعا اللاعب هو اللي يسجل الاهداف وليس المدرب. المدرب هو من يقوم بالعمليات التكتيكيه والفنيه، ويعمل خلال الاسبوع بقراءته التفصيليه لكل ما يحدث على ارض الملعب، لكن اللاعب هو اللي يقوم بكل شيء. المدرب يكون دوره هو ارشاد اللاعب في الملعب، لكن دور المدرب ايضا في مساله التغييرات، لابد ان يقوم بتغييرات مناسبه وفي اوقات مناسبه. هذه يمكن العمليه اللي انا شوي اخذتها على السيد موسيماني في تاخير في بعض التغييرات واللعب يمكن بثلاث محاور الى وقت يعني مثل ما نقول كبير في المباراه، بالتالي كان يجب ان يتعامل مع هذه المباراة من الناحية الهجومية ومن ناحية التغييرات فقط، لكن هو يعني ما يلام على إدارة للمباراة، لأنه الفرص اللي ضاعت يمكن حتى يمكن أطفال صغار، عفوا على هالكلام هذا، يعني أنا من حب للنادي اللي أقول هذا الكلام، يمكن حتى ناشئين صغار ما تضيع هاي الفرص، فرص رهيبة كانت، يعني كان من الممكن أن يطلع النادي الأهلي فايز بثلاث أهداف إلى أربع أهداف على أقل تقدير. احنا ما نتكلم على
يعني خلينا نترك الشوط الاول، الشوط الاول للنسيان، لكن الشوط الثاني كان بيد النادي الاهلي ان يحسمه، هذا ما ازعجني كثير. احنا عندما اليوم نصنف النقاط الفنيه في التوجهات التكتيكيه للمدرب، نتكلم على مساله سرعه رده الفعل، نتكلم على كيفيه التخلص من الضغوط، الضغوط النفسيه او الذهنيه اللي قاعده تحتاج ارض الملعب، احنا نتكلم ايضا عن التحرك بالمساحات، التحول اللعب الامامي اللي هو النادي الاهلي يجيده، السرعه هذه مساله حاسمه اليوم في كره القدم. النادي الاهلي في هذه المباراة من وجهة نظري بدأ بطيء نوعا ما في أجزاء معينة خاصة من الشوط الأول، بدأ بطيء، ما كان يضغط بالشكل المناسب، انتشاره كان في بعض الخلل من الناحية الفنية. الخيارات الأخرى في مسألة الاستحواذ، في مسألة التصويب، في مسألة التحرك بدون كرة، في مسألة تغيير مراكز اللعب، في مسألة اللعب المركب الجماعي، في التمرير ودقته وسرعه التمرير، هذه العوامل مهمه لفريق مثل النادي الاهلي، لان هذه هي الامور المحيطه بالنادي الاهلي من خلال التركيبه البشريه ومن خلال الصيغه التكتيكيه الموجوده في النادي الاهلي. هذه الامور كانت في يعني دائما ما كانت تميز النادي الاهلي في المباريات المهمه. مباراه صن داونز من وجهه نظري واقولها بدون اي يعني بدون اي تبرير لهذه الخسارة، أو أقول أن الفريق لم يكن جاهز من الناحية الذهنية والنفسية لهذه المباراة، هو دخل المباراة كأنه حاسمها، وهذا الشيء غير مقبول في مباراة مثل هذا النوع، مباراة حساسة، احنا نتكلم على بطولة أفريقية، أنت ما تتكلم عن فريق عادي، صن داونز فريق من فرق البطولة في أفريقيا، بالتالي يجب أن كان التعامل من اللاعبين ومن الجهاز الفني يكون أرقى بكثير من هذا اللي شفناه. أنا أتكلم على بداية المباراة واستراتيجية السيد موسيماني والطريقة والأسلوب اللي لعب فيها في بداية المباراة اللي الوقت لم يسعفه في آخر المباراة على أن يرجع للمباراة. هذه الأمور جزئية جدا مهمة في عملية إدارة المباراة. أنت مثل ما ذكرت لك أستاذ العزيز، المباراة نوعيتها خاصة، هذه كانت في أرضك وفي ملعبك، وهذا المنافس الأول لك. أنت مع احترامي للمريخ ومع احترامي للهلال، لكن هذا هو المنافس. أنا أعتقد أن واحنا ما نريد نرسخ عقده استاذ ابراهيم والمهندس عدلي، يمكن تعرفون شو اقصد، ما نريد نرسخ عقده ان صن داونز دائما ما يكون هو عاق امام النادي الاهلي، والنادي الاهلي دائما ما يتعرض لبعض الهزات او التعثرات امام نادي مثل صن داونز. مع احترامي لصن داونز، لا، الاهلي اكبر بكثير من صن داونز، الاهلي عندما لعب مع صن داونز كان يدافع لكن كان فريق منظم. هذا الاسلوب وهذا اللعب راح يعاني من النادي الاهلي في اغلب المباريات اللي راح يلعبها، خاصه مع الفرق اللي يمكن ما تكون بمستوى. لهذا باعتقادي الشخصي ومن وجهه نظري ان القوى النفسيه كان لعبت دور فعال في هذه النتيجه، وليس الامور الفنيه فقط. احنا نتكلم عن التماسك، نتكلم عن قوه شخصيه النادي الاهلي في بطوله افريقيا. وانا اعتقد ان هذه المساله راح يتجاوزها النادي الاهلي في المباراه القادمة. عندنا مباراة مهمة مع المريخ السوداني، وأيضا مباراة أخرى مع المريخ ومع الهلال. أنا أعتقد أن الهلال الأهلي قادر على حسم هذه المجموعة، لكن يجب أن تكون القوة النفسية والذهنية في أعلى مستواها في عندما نلعب في أفريقيا. طيب كابتن ميسم، وانت اشرت لفكره الرسم التكتيكي اللي الاهلي لعب به مباراه صن داونز وتحفظك على وجود ثلاثه في لاعب الوسط المدافع، مستر موسيماني الحقيقه في المؤتمر الصحفي الاخير بعد مباراه فاركو قال ان انا لاحظت انه المباريات اللي فزنا فيها بغزاره اهداف اربعه كنا بنلعب بنفس الطريقه اللي لعبنا بيها النهارده وسجلنا كتير، وكان بيشير لمركز قفشه كرقم 10. انت كمدرب شايفها ازاي؟ صحيح، هي شوف يا استاذ العزيز، هي نظام اللعب هو رقم على ارض الملعب، نظام اللعب الافكار هي اللي تفعل نظام اللعب، الافكار والاسلوب. احنا نتكلم على ناحيتين، ناحيه ان النظام يجب ان يتواكب ويمتزج وينصهر مع الاسلوب اللي يلعب به الفريق، ومن ناحيه اخرى يجب ان يتوافق مع الامكانيات الموجوده على ارض الملعب. مو مشكله، انت صح فزت في مباريات اخرى بنفس هذا الاسلوب وبنفس هذا النظام، ولكن انت عليك ان تقارن او تكون عندك قراءه تفصيليه للفريق اللي راح يقابلك. انت مو كل مو انت اعتمدت يا سيد موسيماني على مساله المجازفه المباغته اللي انتهجتها في بدايه الدوري، وهذا كان واحد من اهم قوه وشخصيه موسيماني ونظام لعبه واللاعبين اللي يلعبون عليه اللي فيه. لكن انت لما تجي في مباراه
مثل صن داونز يجب ان يكون عندك مجازف، لان صن داونز كان يدري وقاري هاي المساله المهمه، كان قاري النادي الاهلي وكان يعرف من وجهه نظر الشخصيه مدرب فريق صن داونز كان يعلم جيدا، يعلم جيدا ان موسيماني سيبدا بهذا التشكيل وسيبدا بهذا الاسلوب وسيبدا بهذه الطريقه. هاي المشكله اللي انا كنت اريد اذكرها، انت يجب ان تجازف وتباغت وتفاجئ منافسك، لازم تقرا افكاره مثل ما هو قرا افكارك في هذه الجزئيه. تفوق بسيط مدرب صن داونز في قراءه افكار موسيماني، وبالتالي يمكن يعني صارت عمليه استباقيه، عمليه استباقيه كانت لصالح فريق صن داونز وليس لصالح النادي الاهلي. كان على موسيماني ان يعرف هذا، هو رجل قادر ورجل عبقري، وانا دائما كنت امدحه في كل لقاءاتي، كان يجب ان يعلم وان يدرس وان يقرا هذه الفكره، وبالتالي يفاجئ منافسه ويفاجئ خصمه بان يعمل الشيء اللي ما متوقع منه. وهو عنده دكه اليوم نادي الاهلي، صحيح النادي الاهلي اليوم يتمتع بدكه زاخره، بدكه ملتهبه، بدكه ناريه. اليوم يمكن الفرق الوحيد عن كل فرق افريقيا اليوم الموجوده باعتقادي دكه فريق الاهلي، يمكن دكه من وجهه نظري تخدم اي مدرب اليوم فيه يستطيع ان يعمل افكار وان يعمل نظام لعب، وان حتى تكون المرونه في النظام على يمكن ارقى مستواها واوج عطاها. هذا هو الموضوع اللي كنت اني هذا يعني الفريق انت عندما يسدد في مباراتين 27 تسديده على المرمى مع الهلال ومع صن داونز، منها 6 فقط على المرمى، هذا مشكله. وان يعمل 35 عرضيه ويهجم 174 هجمه ويحصل على 8 ركنيات ولا يسجل هدف واحد، المشكله وين كانت استاذ ابراهيم؟ المشكله كانت احنا مع النادي الاهلي ما سجلنا في مباراه ولا هدف، هاي كانت المشكله. مع الهلال ما سجلنا، ومع منو؟ مع صن داونز ما سجل، وهاي كانت مشكله في فريق النادي الاهلي. هاي اللي كنت اتكلمها، هذا كان خلل واضح في مساله الفينشينج. طبعا واني ذكرت طبعا موسيماني ما يتحمل هذا الموضوع بكامله، اللاعبين يتحملون، لكن انا اتكلم عن قراءه استباقيه. لان اليوم استاذ ابراهيم كره القدم هي افكار وخطط تترجم على ارض الملعب من خلال التركيبه البشريه ومن خلال النظام ومن خلال الاسلوب اللي يلعب به الفريق. هذا اللي كنت اتكلم عنه انا. هذا يمكن كابتن ميسم، هذا هو الموضوع الاساسي، الاستباقيه في قراءه الافكار. لو متاح لك تختار لاعب من النادي الاهلي تنصحه، هيبقى مين؟ كيف استاذ ابراهيم سؤالك؟ عفوا، لو مختار ليك تنصح لاعب من الاهلي، مين اللاعب اللي تفضل توجه له النصح؟ والله اتوجه الى محمد شريف صراحه. محمد شريف كان يعني كان من افضل اللاعبين. انا توقعت محمد شريف يعني ان يكون يمكن يعني من افضل اللاعبين المصريين في هذا الموسم، لكن محمد شريف هبوط حاد في مستواه بعد رجوعه من المنتخب. فانا نصيحه لمحمد شريف ان يعود الى مستواه وان يواكب ما عمله، او يمكن امتداد للفتره السابقه اللي عملها في الموسم الماضي. محمد شريف حريف، محمد شريف من افضل لاعبين، حتى كان يلعب براسه بشكل مناسب. اليوم محمد شريف عنده هبوط في المستوى، انا فرحت كثير يعني عندما سجل الهدف في المباراة الأخيرة، وهذا الهدف أنا بعتقد راح يعطي دافع كبير في المباراة القادمة إن شاء الله. يعني هذا 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 أو في لاعبين آخرين طبعا، لكن محمد شريف يهمني كثير، لأنه اليوم إحنا صراحة أستاذ إبراهيم عندنا مشكلة وين؟ في العمق الهجومي. إحنا ما عندنا اليوم مهاجم صريح، يعني حتى إحنا ما عندنا حتى لاعب أجنبي صريح اليوم كمهاجم. اليوم لاعبين ميكسوني وبيبتيتاو يعني بشكل أو بآخر هم ليسوا لاعبي رقم 9، هم أغلبهم يلعبون أما 9.5 أو يلعبون على الأطراف، يلعبون أجنحة. يعني ما ممكن أن ونادي الأهلي في كل تاريخه لم يلعب بشكل كبير في المهاجم الوهمي. صحيح هي فكرة تكتيكية جيدة، لكن أنت تلعب كمهاجم وهمي، أنا أعتقد أنها تكون منقوصة في الحالة الهجومية للنادي الأهلي. النادي الأهلي في كل تاريخ كان عنده مهاجم فذ، وأنتم تعرفونهم وأنا أعرفهم، يمكن الوقت ما يسعفنا أن نذكرهم كلهم الآن حتى ما يزعلون من عندنا، لكن تاريخ النادي الأهلي كان زاخر باللاعبين المهاجمين اللي رقم 9 نقصد، المهاجمين الصريحين. اليوم احنا نمتلك بس تقريبا كمهاجم صريح في العمق الهجومي هو محمد شريف، ويمكن اعتقد حسام حسن يقدر يلعب هذا المركز، لكن حسام حسن ما جاي يحصل على او الوقت او الفرص الكثيره او الوقت الكثير اللي حتى يشترك وحتى يمكن يعني يكون فعال في المساله الهجوميه. لكن اعتقد ان محمد شريف عليه عمل كبير، هذا اذا اراد ان يواصل كلاعب مهم وفي فريق النادي الاهلي. كابتن ميسم، احنا سعداء جدا بارائك القيمه وبمواصلتك متابعتنا على طول.
الله يسلمك يا استاذ. شكرا سعيد. شكرا سعيد. ليك يا حبيبي شكرا لك. واسمح لنا اسمح لنا اسمح لنا لا قصرنا في شيء مال يعني الوقت متاخر تدري الافكار احيانا انا عارف. لا احنا اسفين كمان لازعاجك في وقت متاخر لكن كنا سعداء جدا بيك. بالعكس انا اشرف اشرف بكم وانا سعيد 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 لان شفت المهندس عدلي موجود وياك في الاستوديو سعيد جدا بهذا. تحياتي كابتن ميسم عادل نجم الكره العراقيه الكبير المدرب والمحلل والناقد الرياضي الحقيقه اللي يعني فعلا زي ما انت اشرت متابع عن قرب.